منخفض جوي من الدرجة الرابعة، درجة قبل الأخيرة في سلم تصنيف المنخفضات الجوية. توقعات هذا المنخفض تفاصيله وتوقعات تساقط الثلوج في هذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا. هذا المنخفض الجوي متوقع أن يبدأ يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، شكل رياح قوية وسرعة الهبات تصل إلى 100 كيلومتر بالساعة داخل المدن والأحياء. راح تبدأ الأمطار في ساعات بعد الظهر والعصر في الشمال ثم الوسط، وتكون مترافقة مع البرد. ليلة الاثنين على الثلاثاء راح يتعمق تأثير هذا المنخفض وتصبح الأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة بشكل كثير كبير، يؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول وربما ارتفاع كبير في منسوب المياه. هذه الأمطار شديدة الغزارة تستمر في المناطق الوسطى وفي العاصمة طيلة نهار يوم الثلاثاء، تبلش تخف شوي شوي نهار يوم الأربعاء. السؤال الأهم، شو موضوع الثلج؟ توقعات وجود تساقط الثلوج فوق المناطق اللي بيزيد ارتفاعها عن 1200 متر على سطح البحر، تشمل أعالي جبال جرش وعجلون العالية. تمتد هذه الفرص لتساقط الثلج خلال ساعات مساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء الأربعاء وصباح الأربعاء لبعض أعالي محافظتي الكرك والطفيلة. في العاصمة عمان في فرصة أن تحظى ببعض التساقطات الثلجية صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء فوق قمم الجبال الغربية في العاصمة اللي بتفوق ارتفاعها 1000 متر، مع احتمالية وجود بعض التراكمات لكنها أغلبها محدودة. يوم الثلاثاء رح يكون الأبرد منذ بداية فصل الشتاء الحالي. إن شاء الله يكون منخفض خير وبركة عليكم جميعا. ألقاكم دائما على خير. محمد الشاكر، للقاء.